طيب خلينا نروح بقى بعد كده مع حضراتكم لمقر النادي الاهلي بالجزيره، ومعانا مراسلتنا هنا ابو القاسم تطلعنا كده على اخر الاخبار هناك المحليه والدوليه والعالميه، ونشوف كده معاها. يا هنا صباح الخير في البدايه، وطلعينا كده ايه الاخبار اللي عندك؟ صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أنا دلوقتي هقول لكم أخبار الفرق الرياضية هنا في النادي وكمان الأجواء في النادي. طبعا النهاردة أول يوم في فصل الخريف، درجة الحرارة 26 في النادي، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي الأهلي سواء كوبري 15 مايو أو كوبري قصر النيل. حابة أنوه على كل الأعضاء أنه التدريبات شغالة هنا في النادي من نص الشهر ده، سواء في لعبة كرة السلة، كرة اليد، كرة الطايرة أو الجمباز. فكل الأعضاء اللي حابين يشتركوا ويرجعوا مرة تانية للتدريبات يقدروا ييجوا يشتركوا في النادي. وحابة أنوه أن كل الإجراءات الاحترازية موجودة. هنروح دلوقتي لآخر أخبار الفرق الرياضية. طبعا في البداية هبدأ بفريق كرة الطايرة سيدات، قدروا مبارح يحسموا بطولة كاس مصر وفازوا على نادي الصيد 3-0، وطبعا أدوا مباراة عالية. والحقيقة وجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي كان دافع كبير للاعبات ليحسموا بطولة كاس مصر، وبكده يبقوا حسموا بطولتين الموسم ده، بطولة الدوري وكمان بطولة كاس مصر. أما فريق كرة الطايرة رجال، الحقيقة أنه عنده النهاردة مباراة مهمة جدا الساعة 6 أمام نادي طلائع الجيش، هي نهائي كاس مصر أيضا. والحقيقة أنه الفريق عنده هدف واحد بس، وهو الحصول على بطولة كاس مصر عشان يكون حقق ثلاثية لهذا العام. طبعا ده بعد حسم بطولة الدوري وكمان بطولة العربية. طبعا بنتمنى الفوز لفريقنا وانه يكسب في مباراة النهاردة ويحسم بطولة كاس مصر. خلونا بقى نروح لفريق السلة رجال، الحقيقة انه خلاص تم اعتماد التعاقد مع 3 لاعبين، ده لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم. واللاعبين دول هم احمد مهيب القادم من نادي سبورتينج، وكمان أحمد حمدي القادم من إحدى الجامعات الأمريكية، وكمان اللاعب محمد مصطفى عبد المجيد لاعب الأهلي السابق والقادم من نادي مصر. بنتمنى إن هم يكونوا إضافة لفريق كرة السلة رجال ويعملوا موسم قوي الموسم القادم بإذن الله. نروح بقى لفريق كرة الفريق الأول لكرة القدم عفوا، عنده مباراة النهاردة أمام نادي مصر هتكون الساعة 8 على استاد الكلية الحربية. طبعا بنتمنى الفوز لفريقنا والحصول على 3 نقاط. كمان كان اعلن امبارح دكتور خالد محمود سلبيه الرابيد تيست اللي بيقيس طبعا وجود فيروس كورونا. الحقيقه الفريق كله طلع سلبي لفيروس كورونا سواء اللاعبين او الجهاز الفني. كمان في خبر ليه علاقه بالفريق الاول لكره القدم، وهو تقديم موعد مباراه الجوله 30 في الدوري الممتاز ليكون 26 سبتمبر امام نادي طنطا. وكمان تم نقل المباراة من ملعب غزل المحلة لملعب الأهلي والسلام، ده طبعا بسبب عدم حصول استاد غزل المحلة على الترخيص لتقنية الفيديو حتى الآن. دي أهم أخبار الفرق الرياضية وكمان الأجواء هنا في النادي. العودة مرة أخرى للاستوديو. يا هنا انا بشكرك جدا انا وكريم على هذه التغطيه، ومتابعين معاكي برضو على مدار اليوم ومن خلال طبعا برامجنا المختلفه. شكرا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، شكرا ليك.